مساء الفل. النهاردة هنتكلم عن سؤال اتسألته قبل كده، يعني بما اني قابلت ناس كتير سواء كفنانين مطربين ممثلين، ونقدر نقول 90% ما كانتش مقابلة صدفة او شفته في الشارع او كده. الناس دي بيكون في اتفاقات بيننا ان احنا نقعد نتكلم او نتكلم حاجة خاصة بقى بالفن بالكلام ده كله، يعني 90 في 10% طبعا اكيد لما كنت في المهرجان و محمد امام مثلا لما رحت العرض الخاص الكلام ده كله ده ما كانش متفق عليها بصراحة. بس في سؤال اتسأل لي، مين الفنان اللي كان نفسك تشوفه او اللي نفسك تشوفه؟ هو اللي نفسي اشوفه طبعا عادل امام. عادل امام ده يعني اسطورة يا جماعة حية يعني. واللي كان نفسي اشوفه بجد بقى، يعني كانت امنية حياتي ان انا اشوف حد، مش امنية حياتي في المطلق، عشان واحد يقول لي ايه امنية حياتك في المطلق، يعني انت مش امنية حياتك تعمل اسرة، مش امنية حياتك تخش الجنة، ده هيدخلوا في حتة تانية. بتكلم فنان، امنية حياتي ان انا كنت اشوف فنان كان نفسي اشوف الله يرحمه عامر منيب. عامر منيب من اللي بسمعه عنه جماعة، مفيش بني ادم بكلمه عن عامر منيب قبل كده غير ويقول لي كان قمة في الاخلاق وقمة في الجمال. وعلى فكرة مش عشان توفاه الله، يعني مش عشان ان هو توفى فبالتالي كل، لا يعني جماعة الناس بتتكلم بالتفاصيل بالديتيلز، كان ازاي خير وكان ازاي محترم وكان ازاي متواضع جدا، وكان زي ما بيقولوا كده الكلمة التقليدية انسان قبل ما يكون فنان. وانا بحترم قوي النوعية دي، يعني بحترم قوي الانسان اللي هو ايه، مش شرط انك تعمل خير وتبقى محترم عشان تاخد اللقطة وتطلع ترند، لان ساعتها ما كانش فيه ترند في انك تعمل خير او حاجة زي كده بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي ده. ولو ان انا معاه، لو انت عايز تعمل ترند وتطلع ترند بس تعمل خير اطلع، مفيش مشكلة، يعني احسن ما تطلع ترند في هبل. ف ده الشخص اللي كان نفسي اشوفه. عامر منيب بالنسبة لي من اقوى الفنانين، ودي حقيقة على فكرة، وكان نفسي اكون بعمل محتوى غنائي ايام ما كان هو عايش، لان كنا هنتكلم كتير قوي. وشخص عامل نجاحات مع الموزع طارق توكل يا جماعة، اوت اوف ذا بوكس دايما، كنت بشوف هو وعمرو دياب حقيقة فعلا اكتر اتنين ناس بتعمل موسيقى مع مصطفى قمر، ولكن عمرو وعامر منيب تحديدا. عامر منيب يعني كان دايما بيدور على الموسيقى الاب تو ديت والخارج عن المألوف والكلام واللحن الحلو، بس برضه بيهتم بالتوزيع، وده كنت بحترمه جدا فيه. يعني ما تلاقيش مثلا اغنيه ليه مقسوم تقليدي غير نادرا، يعني ليالي كنت انا خاني ملك، دي كانت ممكن تتعمل تكن، لا عملها بشكل برضه ايه، تحس ان هي مقسوم مودرن كده، ودي كانت الحان رامي صبري على فكره. ف انا بحب عمرو منيب جدا، ودايما يعني اول حب واخر حب الاغنيه دي كان ذكرياتها معايا كارثه ايام زمان بقى، حب من طرف رابع، فاهمين اللي هو ايه بقى. في اتنين بيحبوا بعض، واحد بيحب واحده ما بتحبوش، وانا كنت بجيب حاجه من المطعم اللي جنب اللي كده يعني. فكانت كنت بقى ايام المراهقه البدايه، اول بدايه المراهقه اللي هو ايه ده في بنات صباح الفل. بس انا بحب عمرو منيب جدا، كان نفسي اشوفه من الناس او اكتر شخص كان نفسي اشوفه ومش هقدر اشوفه هو عمرو منيب. بس ده سؤال اتسال لي وما كانش ينفع ارد في بوست، لانه شخص بالجمال ده يستحق اكتر من فيديو كمان، وباذن الله هنعمل على فكره فيديوهات كتير لعمرو منيب، نعمل سرد الاغاني وسرد الالبومات، لانه يستحق جدا جدا جدا. ده اللي كان عندي النهارده، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.